فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل بذمتك هل حصل كذا وكذا؟ ما يجوز هذا الحلف بالذمة، ما يجوز. حلف من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.